تظليت قام النمور لتستهمان ردين نسلا أشكر ربي تبارك وتعالى تتي قام اختلت أدي فرد في النبي عليه الصلاة والسلام ورتها كيف تسل الهجرة يفرد تدرتها تل الهجرة سكر وسقوز النص يفرد تدر ربي تبارك وتعالى غيقي نسي قنوان أغدي فرد تظليت أسليفت النبي صلى الله عليه وسلم يغلي سيقنا غلينا ربي تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكنت قلت لآيات القرآن أرسل نفت ظلت لغينا ربي تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت صليت تفلق خمس لا بدك تصلي من غير خمس هنا ده ربي تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من نوت لا يتغير ربي تبارك وتعالى زون دريكا هنا ده ربي تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر ولك توت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أي سوال فتظلت أشكو تات درس الأمور تقام من أمور استهمان غطين إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحان بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إلى آخر الحديث ندح النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وكنت تظلي تنتات انت تشكش من مسلم سجنت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعني على كثرة نفسك بالسجود اعني على نفسك بكثرة السجود هان السجود انت تشكش من استظلت انت الدحي كان يتفرق القرى مسلم الكافر ان النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر تظل حتى انت تكون لويغان اسكن لوي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرب يمت النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلت لسكرات الموت إن الصلاة وما ملكت أيمانكم.